الفريقين مالكوم باتلز و أسقر كاردوس. علوم تطبيقية يتحصل على الكرة إلى أوستن جونسون. وسام الصوص الصوص إلى مالكوم باتلز تحت السلة ومتابعة إلى أحمد الحمارشة ويكسب سلة. ممتاز جدا مالكوم باتلز تحت السلة يفتتح التسجيل إلى فولاد مهان. فولاد إلى مهدي كاميراني. مهدي يحاول الدخول نحو السلة ممتاز جدا. علوة لمهدي كاميراني من جديد تعود وسام الصوص. الصوص العلومة التطبيقية. الصوص إلى أوستن جونسون. موسى العوضي مالكوم باتلز. باتلز إلى وسام الصوص. ثلاثية أول ثلاثية. نعم أول ثلاثية في المباراة. تلاحظ توجيهات السيد مراد بركات. كرة عند فولاد مهان. مهان الدخول نحو السلة. أوشين ساكيان تصويبة ثلاثية حلوة. الريباوند وقطع الكرة. قطع الكرة ولا لا زالت في حوزة فريق العلوم التطبيقية. العلوم متقدم بنتيجة 5-2. كرة عند أوستن جونسون إلى وسام الصوص. الصوص إلى باتلز. أوستن جونسون على 3 بوينت علوة. يا سلام على أوستن جونسون. 8-2 من جديد. فولاد إلى محمد رضا. مهدي كاميراني على 3 بوينت. يا على أوشين. أوشين ساكيان 8-5. أوستن جونسون يدخل بشكل جميل جدا وممتاز جدا. أوستن جونسون يسجل نقطتين جميلتين. 10-5. بداية قوية في هذه المباراة. كرة عند محمد صمد. برامي إلى أسقر كاردوس. حلوة ممتاز جدا. أسقر كاردوس تحت السلة من جديد. وسام الصوص. الصوص الصوص يحاول الدخول نحو السلة. التمرير إلى أحمد الحمارشة. أحمد إلى مالكوم باتلز. التمرير إلى موسى العوضي. العوضي التصويب نحو السلة. حلوة الريباوند من أوشين. من جديد تعود جافاد دفري. دفري إلى محمد صمد. صمد يحاول الدوران والدخول على الثري بوينت. التصويب وحلوة المتابعة من مالكوم باتلز. من جديد أوستن جونسون. جونسون إلى موسى العوضي. العوضي أحمد الحمارشة. الحمارشة وسام الصوص. الصوص الصوص يحاول البحث عن فراغ. تصويبة ثلاثية جميلة. نعم جميلة لوسام الصوص. ثلاثية جميلة وناجحة ولدينا رمية حرة إضافية. الصوص يتحصل على خطأ. لاحظ توجيهات السيد مراد بركات للاعب مالكوم باتلز. الصوص على التنفيذ. نعم ينجح. 13-7. العلوم التطبيقية متقدم. الكرة عند مهدي كاميراني إلى محمد صمد. صمد إلى برامي. هناك خطأ. نعم هناك مخالفة. مخالفة الووكينج المشي في الكرة. من جديد العلوم التطبيقية. أوستن جونسون. جونسون جونسون التمرير إلى مالكوم باتلز. الدخول نحو السلة حلوة ولكن كرة خاطئة. من جديد تعود فولاد مهان. جافاد دفري إلى كاميراني. مهدي كاميراني تمرير إلى أوشين.
وهنا خطأ. نعم خطأ، خطأ هجومي. سيد محسن صادق زادة مدرب فريق فولاد ماهان الإيراني. لعب الكرة من الجانب من جديد، علوم التطبيقية، موسى العوضي، العوضي يحاول التمرير إلى مالكلون باتلز، ولكن ريباوند ممتاز جدا من أسقر كاردوس. من جديد فولاد على الثري بوينت، تصويبه يا على محمد صمد بهرمان، علوة. من جديد العلوم التطبيقية، وسام الصوص، الصوص يحاول الدوران، قطع الكرة وهنا خطأ. نعم هنا خطأ، يشير السيد مروان إيكو. خطأ على موسى العوضي، كرة لا زالت في حوزة فريق فولاد ماهان إلى أوشين. أوشين محمد صمد، البحث عن زميل إلى كاميراني، الدخول نحو السلة، التمرير على الثري بوينت حلوة، ولكن الريباوند ممتاز جدا من موسى العوضي. من جديد العلوم التطبيقية، مباراة سريعة، أوستن جونسون على ثري بوينت، متابعة ممتازة. من جديد تعود محمد صمد، الدخول يحاول وهنا خطأ. نعم خطأ، هنا خطأ، يشير السيد مروان إيكو، خطأ لمصلحة فريق فولاد ماهان الإيراني. سريعة المباراة، من جديد فولاد إلى أوشين، إلى دفري، جافاد دفري إلى أوشين، إلى مهدي كاميراني، والكرة إلى الخارج، كرة إلى الخارج. باقي 14 ثانية على نهاية الهجمة. من جديد جافاد دفري إلى محمد صمد، هناك مخالفة الوكينج، على اللاعب أوشين ساكيان. من جديد علوم تطبيقية، موسى العوضي إلى أوستن جونسون، أمام دفري، جونسون يحاول تجاوز دفري، بحث عن زميل إلى أحمد الحمارشة، إلى موسى العوضي، يحاول التمرير إلى وسام الصوص، القطع والدخول، حلو البلوك من مهدي كاميراني، الدخول نحو السلة يكسب خطأ. نعم محمد صمد بهرامي يكسب خطأ، يشير السيد أحمد علي حكم العراق الشاب. سيد نال طالب حكم العراقي تعرض إلى وعقة صحية حدثنا اليوم، وأصر الحضور في المباراة. فولاد ماهان ينجح عن طريق أوشين ساكيان. من جديد علوم تطبيقية، وسام صوص، إلى أوستن جونسون، يحاول الدخول، دفاع ممتاز جدا من جانب فريق فولاد، إلى مالكوم باتلز، حلوة الريباوند من محمد صمد. من جديد ماهان، محمد صمد، القطع والدخول، حلوة لكادروس، حلوة لأسقر كاردوس، 14-14 التعادل. من جديد موسى العوضي، إلى مالكوم باتلز، الدخول نحو السلة، ممتاز جدا الدوران والتصويب والريباوت، ممتاز جدا من جانب فريق فولاد ماهان. من جديد يحاول، نعم هناك نقطتين
وخطأ حلوة من أوشين ساكيان. أوشين ساكيان الدخول نحو السلة وينجح في الحصول على نقطتين وخطأ ورمية حرة إضافية. أوشين، كرة أوشين بعيدة، ريباوند ممتاز من أحمد الحمارشي. لم نشاهد أحمد اليوم. أوستن جونسون إلى وسام الصوص، الصوص هناك خطأ، خطأ يشير السيد أحمد علي، وحديث السيد أحمد علي مع مدرب فريق فولاد مهان والتنبيه من جديد. العلوم التطبيقية، علوم وسام الصوص على 3 بونت، ولكن متابعة ممتازة جدا من أصغر. أصغر يحاول الدخول ولكن كرة إلى الخارج. كرة أصغر كاردوس إلى الخارج، لا زالت في حوزة فريق فولاد. إلى دفري على 3 بوينت، تصويبه ولكن كرته بعيدة. ريباوند ممتاز جدا من أحمد الحمارشة. أداء دفاع جيد لأحمد الحمارشة ولكن غير فعال لحد الآن في الجانب الهجومي. حمارشة أحمد يبحث عن زميل إلى أوستن جونسون. جونسون إلى موسى العوضي على 3 بوينت، يحاول ولكن ريباوند ممتاز جدا من جانب الفريق الإيراني. من جديد فولاد، دفري، دفري يحاول الدخول نحو السلة، يا ينجح، ينجح جافاد دفري، تلعب الكرة بشكل سريع أوستن جونسون ولكن بلوك ممتاز جدا، بلوك ممتاز جدا من أوشين ساكيان. لدينا خطأ وهنا تايم اوت، وقت مستقطع يطلبه السيد مراد بركات في هذه اللحظات جانب فريق العلوم التطبيقية. فريق ماهان الإيراني، لاحظ اللقطة الماضية وسام الصوص حاول الدخول والتصويب على الثري بوينت ولكن كرته بعيدة. إذن مراد بركات يوجه اللاعبين، فارق 4 نقاط. مراد بركات أيضا كان لاعبا في المنتخب الأردني. توجيهات مستمرة للاعبين. نهاية الوقت المستقطع الذي طلبه السيد مراد بركات مدرب فريق العلوم التطبيقية. مروان إيكو الحكم اللبناني وحديث مع اللاعبين. خمسة أخطاء على فريق العلوم التطبيقية، وأي خطأ سيكلف مباشرة سينفذ فريق ماهان رميتين حرتين. كرة عند أوشين ساكيان، أوشين يحاول في الرمية الحرة الثانية ينجح، الرمية الأولى كانت بعيدة. تغيير، خروج اللاعب أوشين ساكيان ودخول اللاعب محمد رضا أكبري. من جديد أوستن جونسون العلوم التطبيقية. أوستن الدخول نحو السلة سلمية، يا على أوستن جونسون. إذن 19 مقابل 16، باقي دقيقة وأقل من
40 ثانية على نهاية الفترة الأولى. تمرير إلى أكبري، إلى أصغر كاردوس، ولكن يخطأ في مسك الكرة. لاحظ الدفاع مان تو مان على وسام الصوص. موسى العوضي، العلوم التطبيقية، العلوم موسى العوضي، العوضي إلى مالكوم باتلز، باتلز إلى وسام الصوص، الصوص من جديد إلى موسى العوضي، مالكوم باتلز أقل من 5 ثواني على نهاية الهجمة، وينجح، ينجح مالكوم باتلز تصويب ويحرز لفريق نقطتين من جديد. فولاد ماهان إلى مهدي كاميراني، مهدي هنا خطأ، خطأ، ومباشرة رميتين حرتين على اعتبار أن فريق العلوم التطبيقية لديه 5 أخطاء. تغيير في صفوف العلوم التطبيقية، دخول اللاعب محمد شهر بدلا من مالكوم باتلز. مهدي كاميراني على التنفيذ، مهدي التصويب، ولكن الرمية الحرة الأولى بعيدة. مهدي كاميراني 31 عام لهذا اللاعب، متر و86 سنتيمتر، أيضا كرته بعيدة، حلوة المتابعة، والريباوت ممتاز جدا من وسام الصوص. الصوص، الصوص يحاول البحث عن زميل إلى موسى العوضي تحت السلة، محمد شاهر، ولكن ريباوت ممتاز جدا، تعود من جديد إلى كاميراني، يا على البلوك جميل، ولكن هنا خطأ، خطأ، يشير السيد نائل طالب حكم العراقي، نعم هنا خطأ يستوجب رميتين حرتين. مهدي كاميراني، مهدي ايضا كره خطأ، لم ينجح في استغلال الرميتين السابقتين. مهدي يحاول في الرميه الحره الثانيه، ايضا يفشل من جديد. العلوم التطبيقيه، اوستن جونسون، اوستن جونسون الى احمد الحمارشه، احمد الدوران، الدخول، لاحظ الصراع تحت السله، الكره لا زالت في حوزه احمد الحمارشه، تقطع، مهدي كاميراني، مهدي الانطلاق بشكل سريع، التمرير، التصويب، وحلوه، ممتاز جدا مهدي كاميراني. ولدينا هنا السيد راس سركيس مدرب فريق شانفيل اللبناني من جديد. العلوم التطبيقيه، وسام الصوص، الصوص الى محمد الشاهر، تصويب، وهنا ينجح، ينجح، نعم نقطتين حلوه لمحمد شاهر، ونهايه الفتره الاولى بتقدم فريق ماهان الايراني على فريق العلوم التطبيقيه بنتيجه 21-20. استراحه قصيره ونعود واياكم لاكمال احداث المباراه. من جديد احبتي متابعي العراقيه الرياضيه في كل مكان، نعود واياكم لاكمال احداث مباراه فريق العلوم التطبيقيه الاردني وفريق
فولاد ماهان الإيراني. الفترة الأولى انتهت لمصلحة فريق فولاد ماهان بنتيجة 21 مقابل 20. إذا كاميراني إلى دفري، فولاد، دفري بحث عن زميل إلى محمد رضا، وحلوة تصويبة ممتازة جدا من محمد رضا. محمد رضا أكبري من جديد، أوستن جونسون، جونسون، جونسون إلى وسام الصوص، الصوص، وهناك خطأ، نعم خطأ، يشير السيد أحمد علي، خطأ. الكرة لا زالت في حوزة فريق العلوم التطبيقية. أوستن جونسون، أوستن، التمرير، وسام الصوص، الصوص، التصويب على 3 بوينت، ولكن المتابعة، هناك متابعة، نعم محمد شاهر، حلوة لمحمد شاهر، ريباونت ومتابعة ممتازة جدا تحت السلة. من جديد إلى مهدي كاميراني، كاميراني الدوران، حلوة، وهناك نعم هناك خطأ، خطأ على فريق العلوم التطبيقية. أوه مخالفة الووكينج، مخالفة الووكينج، نعم كادر قناة العراقية وشبكة الإعلام العراقي وتغطية حصرية لبطولة غرب آسيا المقامة في دهوك. من جديد وسام الصوص، الصوص إلى أوستن جونسون، جونسون بحث عن وسام الصوص من جديد إلى محمد حمدان، ولكن الكرة تقطع، تعود من جديد إلى فريق فولاد، وهناك مخالفة المشي، مخالفة المشي الووكينج على فريق فولاد. من جديد العلوم التطبيقية، وسام الصوص، الصوص يحاول بالمهارة بالخبرة، الصوص إلى موسى العوضي، التمويه، ولكن لاحظ الدفاع من جانب فريق فولاد، الدوران والتصويب لمحمد حمدان، وكرة إلى الخارج، كرة إلى الخارج، ولا زالت في حوزة فريق العلوم التطبيقية. أوستن جونسون تحت السلة ينجح في تنفيذ نقطتين. من جديد فولاد ماهان 24-24 تعادل. فولاد إلى محمد صمد، صمد، وهناك نعم هناك خطأ، ولدينا تغيير في صفوف فريق العلوم التطبيقية، دخول اللاعب محمود عبدين. من جديد فولاد، مهدي كاميراني إلى محمد صمد نحو السلة، علوة، يا على المتابعة، متابعة ممتازة جدا من قبل محمد صمد بهراني. من جديد وسام الصوص، الصوص إلى محمد حمدان، محمد إلى محمد شهر على الثري بوينت، شهر، ولكن ريباوت، وهنا خطأ، خطأ على اللاعب وسام الصوص. خطأ، نعم يشير السيد نال طالب، تغيير في صفوف فريق العلوم التطبيقية، دخول اللاعب أحمد الحمارش وخروج وسام الصوص. من جديد فولاد إلى دفري، دفري القطع والدخول على الثري بوينت، محمد صمد، محمد الدوران، التصويب، ولكن ريباوت ممتاز جدا من محمد شهر، كرة سريعة، العلوم التطبيقية، العلوم أحمد الحمارشة، أحمد يكسب خطأ،
حلوة لأحمد الحمارشة. خطأ و رميتين حرتين. أحمد الحمارشة يحاول التركيز والتصويب، ينجح في الرمية الحرة الأولى. الحمارشة يحاول كرة، الحمارشة ريبونت ممتاز جدا من محمد صمد بهران. الكرة عند دفري، جافاد دفري، دفري إلى محمد صمد، صمد الارتقاء والتصويب، يا تصويبة ممتازة جدا من محمد صمد. محمد صمد بهرامي من جديد، العلوم التطبيقية محمود عابدين، محمود إلى أحمد الحمارشة، محمد شاهر، محمد إلى محمد حمدان، حمدان إلى محمود عابدين، عابدين التصويب على الثري بوينت وكرة بعيدة، وحكم اللقاء يشير إلى كرة إلى الخارج. لا زالت في حوزة فريق العلوم التطبيقية. أحمد الحمارشة إلى أوستن جونسون، نعم ينجح، ممتاز جدا أوستن جونسون. لاحظ الأعصاب، لاحظ الأعصاب بين لاعبي فريق فولاد ماهان. لدينا تغيير، دخول اللاعب جابر روز بهاني، مترين وثلاثة وعشرين سنتيمتر، أطول لاعب في البطولة أوستن جونسون. أوستن جونسون، حلوة لأوستن جونسون من جديد. مهدي كاميراني، كاميراني، كاميراني إلى جافاد دفري، دفري كاميراني مرة أخرى، التمرير إلى محمد صدر، محمد صمد على التنفيذ، ولكن ريباوت ممتاز جدا من محمد حمدان. من جديد محمود عابدين، محمود إلى محمد شاهر، الكرة إلى الخارج. إذن التعادل 28-28، خمسة دقائق وأقل من 44 ثانية على نهاية الفترة الثانية. مهدي كاميراني، فولاد إلى أكبري، محمد صمد، صمد محمد، الدوران والدفاع، حلوة القطع من أوستن جونسون، أوستن الدخول نحو السلة، نعم الكرة إلى الخارج. تغيير، كرة إلى الخارج، تغيير في صفوف فولاد مهان الإيراني، دخول اللاعب محمد أمجد. محمد أمجد إلى دفري، جافاد دفري، جافاد دفري الارتقاء والتصويب وريباوند ممتاز جدا من محمود عابدين. عابدين، عابدين يحاول بحث عن زميل، عابدين حاول التركيز، عابدين الحجز من محمد شاهر على الثري بوينت، يا على محمد حمدان، ثري بوينت ممتاز جدا ويوسع الفارق ثلاث نقاط 31-28. من جديد دفري، فولات مهان، محمد صمد، محمد صمد الى محمد رضا اكبري، 3 بوينت ولكن ريباوند ممتاز جدا من محمود عابدين. من جديد العلوم ولا الكره الى الخارج، ولا زالت في حوزه فريق العلوم التطبيقيه. تغيير، عوده لاعبين اوشين واسقر. من جديد العلوم التطبيقيه افضل في الدقائق الحالية، إلى أحمد الحمارشة، أحمد إلى محمود عابدين على ثري بوينت، يا سلام، يا سلام على محمود عابدين،
ثلاثية على مرتين من جديد. فولاد مهان، محمد صمد، صمد التمرير إلى كاردوس، علوة لكاردوس تحت السلة من جديد. العلوم التطبيقية 34-30، العلوم التطبيقية متقدم بفارق 4 نقاط. أوستن جونسون، أوستن إلى محمد شاهر، محمد إلى محمود عبدين، محمود عبدين التمرير إلى أوستن جونسون، ثلاثية لكن هناك خطأ، هناك خطأ على اللاعب أحمد الله حمارش. من جديد فولاد مهان، فولاد مهان إلى أوشين، إلى محمد صمد، محمد صمد يكسب خطأ، يكسب خطأ والكرة غير محسوبة، هناك خطأ. شورى السيد نال طالب، هنا حكم العراقي الآخر أحمد علي، تغيير دخول اللاعب مهدي كاميراني بدلا من محمد أمجد. دفري، فولاد، مهدي كاميراني، كاميراني إلى محمد صمد على 3 بوينت، ولكن حلوة ريباونت من كاردوست. من جديد محمد صمد، صمد الدخول نحو السلة، التمرير إلى كاردوست يكسب خطأ، حلوة لكاردوست. حكام الطاولة لهذا المباراة ومراقب الفني لدينا دكتور خالد جاسم، عفوا خالد نجم. كاردوست على التنفيذ، ينجح في الرمية الحرة الأولى، إذن أسقر كاردوست على التنفيذ الرمية الحرة وحلوة المتابعة، والريباونت ممتاز جدا من محمد شاهر. من جديد العلوم تطبيقية وخطأ على اللاعب مهدي كاميراني. من جديد العلوم تطبيقية إلى محمود عبدين، عبدين على الثري بوينت ولكن كرة بعيدة، حلوة المتابعة أوستن جونسون، أوستن إلى محمود عبدين، محمود أوستن جونسون، أوستن تمرير ولكن كرة خاطئة، كرة سريعة إلى دفري، دفري وحلوة، حلوة لدفري، ولدينا وقت مستقطع يطلبه السيد مراد بركات. وقت مستقطع يطلبه السيد مراد بركات مدرب فريق العلوم التطبيقية. توجيهات مدرب مراد بركات إلى لاعبي العلوم التطبيقية وأيضا فريق فولاد مهان الإيراني، استغلال الوقت المستقطع. وهنا كادر قناة العراقية الرياضية وجهود جبارة في نقل أحداث بطولة غرب آسيا المقامة حاليا في محافظة دهوك. إذن نهاية الوقت المستقطع وعودة اللاعبين إلى أرض الميدان. من جديد العلوم التطبيقية
محمود عابدين، عابدين محمود امام كاميراني، محمود عابدين محمود يحاول التركيز، تمرير الى محمد شاهر، شاهر الى محمود عابدين، محمود البحث عن زميل احمد الحمارشه، وهناك مخالفه الوكينج المشي في الكره من جديد. فولاد مهان، مهدي كاميراني، مهدي الى محمد صمد، دفري صمد الى اسقر كاردوس، الى اسقر على الثري بوينت، جادا جافاد دفري وريباوند ممتاز جدا من جانب فريق العلوم التطبيقيه. اوستن جونسون، محمود عابدين، محمود ولكن كره تعود مره اخرى، ثري بوينت، اوه محمد حمدان، محمد حمدان ثري بوينت ممتاز جدا من جديد. فولاد مهان، كاميراني، كاميراني تمرير الى دفري، يا على دفري ثري بوينت، رد اعتبار الثري بوينت السابق 37-36، العلوم التطبيقية متقدم، ثري بوينت متابعة، ولكن الكرة تعود من جديد العلوم التطبيقية. أوستن جونسون، جونسون أوستن، تمرير إلى أحمد الحمارشة، أحمد إلى محمد شاهر، الدوران والتصويب والريباوند حلوة لأسقر كاردوس، محمد صمد، فولاد محمد صمد إلى مهدي كاميراني، مهدي تمرير إلى أسقر كاردوس، لم يسيطر على الكرة و إلى الخارج من جديد، كرة عند العلوم التطبيقية. محمود عابدين، محمود عابدين، محمود علوم تطبيقية إلى محمد شاهر، الدوران نحو السلة، علوة علوة لمحمد شاهر من جديد، تلعب الكرة بشكل سريع، محمد صمد، الدوران والتصويب وكرة إلى الخارج. وهنا أحبتي متابعي العراقية الرياضية في كل مكان، نهاية الفترة الثانية والشوط الأول بتقدم فريق العلوم التطبيقية بنتيجة 39-36. استراحة قصيرة ونعود وإياكم لإكمال أحداث المباراة، أحداث مباراة فريق فولاد مهان الإيراني والعلوم التطبيقية الأردني. الكرة عند فريق العلوم التطبيقية، موسى العوضي إلى محمد شاهر، الدوران والدخول من محمد حمدان، ولكن ريباوت ممتاز جدا من محمد صمد من جديد. مهدي كاميراني، مهدي كاميراني إلى أوشين، كاميراني من جديد يحاول الدخول والقطع ويحصل على خطأ، خطأ يشير السيد أحمد علي حكم العراقي. إذن 39-36، فارق 3 نقاط، العلوم متقدم، ثلاثية، يا على محمد صمد بهران ممتاز جدا، 39-39 التعادل. أوستن جونسون، العلوم التطبيقية، أوستن الدخول نحو السلة، حلوة حلوة لأوستن جونسون، تلعب الكرة بشكل سريع من جافاد دفري، مهدي كاميراني، مهدي كاميراني، مهدي تمرير إلى محمد صمد، صمد إلى أوشين، أوشين هناك مخالفة الووكينج المشي في الكرة، نعم مخالفة المشي، من جديد علوم تطبيقية. محمود عابدين، محمود يحاول البحث عن زميل إلى محمد شاهر، محمد شاهر، شاهر محمود عابدين، نعم
ايضا مخالفة الووكينج، مخالفة المشي في الكرة. تعود فولاد، مهدي كاميراني، مهدي الى محمد صمد، حول البحث من جديد، محمد صمد الى مهدي كاميراني، جافاد دفري، دفري الى اصقر، اصقر تحت السلة، يا سلام يا سلام على اوشين تحت السلة، اوشين 41-41، اوشين تحت السلة ينجح في اضافة نقطتين ويحصل على رمية حرة اضافية حلوة لاوشين. 42-41، انطلاقة قوية في الفترة الثالثة، كرة عند موسى العوضي، العوض موسى العوضي، موسى التمرير الى محمود عابدين، عابدين عابدين يحاول التخلص من اوشين ولكن دفاع قوي جدا من جانب فريق فولاد، تصويب ولكن حلوة، الريباوند من قبل اللاعب محمد صمد من جديد، جافاد دفري، دفري جافاد دفري، التمرير الى كاردوس، حلوة حلوة لكاردوس تحت السلة. اذا 44-41، فولاد ماهان الايراني متقدم بفارق ثلاثة نقاط، 44-41 من جديد. العلوم التطبيقية، محمد شاهر الى احمد الحمارشة، وسام الصوص، الصوص وسام الصوص، تمرير الى موسى العوضي، العوضي مرة اخرى، الصوص على 3 بوينت ولكن ريباوند تعود موسى العوضي، موسى ويا سلام يا سلام على وسام الصوص، الصوص 3 بوينت ممتاز جدا. 44-44 يعود التعادل من جديد، دفري يحاول، دفري دفري الارتقاء والتصويب ونعم تحتسب سلة نقطتين، 46-44، وسام الصوص، الصوص صوص يحاول، تمرير الى محمد شاهر، الى موسى العوضي، العوضي نحو السلة، احمد الحمارشة تحت السلة، ينجح نعم ينجح، جميل جدا احمد الحمارشة في اللقطة الماضية. 46-46 من جديد، فولاد الى محمد صمد، تقطع الكرة وحكم اللقاء يشير الى كرة لمصلحة فريق فولاد ماهان الايراني، كرة عند العلوم التطبيقية، العلوم وسام الصوص، الصوص وسام البحث عن زميل، هنا خطأ، نعم خطأ على دفري، سيد محسن صادق زاده وأيضا سيد مراد بركات مدرب فريق العلوم التطبيقية، تغيير في صفوف فولاد، دخول اللاعب عماد سلماني من جديد، محمد شهر الى وسام الصوص نحو السلة، الارتقاء والتصويب، ريباوند ممتاز جدا من اصقر كاردوس، من جديد دفري، جافات دفري يحصل على خطأ، دفري خطأ على لاعب وسام الصوص، تغيير في فريق العلوم التطبيقية، دخول اللاعب مالكوم باتلز من جديد، فولاد ماهان الى محمد صمد، صمد الى جافاد دفري على 3 بوينت ثلاثية ولكن كرة بعيدة من جديد، تعود فولاد، محمد صمد، صمد
صمد التمرير إلى كاردوس ولكن كرته خاطئة تعود موسى العوضي تمرير إلى أحمد الله حمارشة الدوران لحظة الدفاع ولكن ينجح نعم ينجح أحمد الحمارشة في التقدم بالنتيجة 48-46 جبهة الدفري فولاد حمد صمد صمد هناك خطأ خطأ على موسى العوضي تغيير في صفوف فريق العلوم التطبيقية خروج اللاعب مالكوم باتلز وعودة اللاعب محمد شهر شهر يعود مرة أخرى من جديد فولاد إلى كاردوست إلى عماد سليماني محمد صمد صمد للتمرير إلى أوشين ولكن كرة أوشين خاطئة من جديد محمود عابدين إلى أوستن جونسون على التنفيذ ثلاثية يا 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 على موسى العوضي 51-46 العلوم التطبيقية متقدم من جديد أوشين إلى محمد صمد صمد الدخول نحو السلة بلوك جميل جدا بلوك جميل جدا من أحمد الله عمارشة تغيير مرة أخرى عودة اللاعب مهدي كاميراني من جديد مهدي كاميراني إلى كاردوست كاردوست نحو السلة تصويب ولكن ريباوت ممتاز جدا من أحمد الحمارش أوستن جونسون أوستن الارتقاء والتصويب ريباوت ممتاز جدا من أوشين تنطلق الكرة دفري حلوة حلوة لدفري 51-48 باقي 3 دقائق وأقل من 45 ثانية كرة عند العلوم التطبيقية محمد شهر شهر إلى أحمد الحمارشة الحمارشة أوستن جونسون جونسون وهنا نعم هنا نهاية زمن الهجمة وعدم احتساب السلة الأخيرة من أوستن جونسون اعتبار زمن الهجمة في كرة السلة 24 ثانية من جديد فولاد ماهان فولاد مهدي كاميراني مهدي إلى جافاد دفري كاميراني خطأ خطأ على اللاعب محمد شهر محمد شهر 2 متر و10 سنتيمترات 23 عام لهذا اللاعب 5 أخطاء على فريق العلوم التطبيقية على طول رميتين حرتين مهدي كاميراني على التنفيذ ينجح في الرمية الحرة الأولى كاميراني مهدي 31 عام لهذا اللاعب 1.86 متر أيضا ينجح 51-50 فارق نقطة وحيدة باقي أقل من 3 دقائق و10 ثواني على نهاية الفترة الثالثة أوستن جونسون جونسون بحث عن زميل إلى موسى العوضي العوضي موسى على ريباوند ثلاثية ولكن كرة موسى بعيدة ريباوند ممتاز جدا دفري دفري حلو القطع ولكن هنا خطأ خطأ على لاعب فريق العلوم التطبيقية موسى العوضي على طول رميتين حرتين جافاد دفري الواضح أمامنا في الصورة على تنفيذ الرمية الحرة الأولى ينجح حلوة لجافاد دفري جافاد دفري على التنفيذ
الرمية الحرة الثانية أيضا ينجح 52 قابل 51. فولاد متقدم. محمود عابدين العلوم عابدين محمود إلى أحمد الحمارشة. أحمد إلى أوستن جونسون. أوستن الارتقاء والتصويب والتصويب حلوة حلوة لأوستن جونسون 53-52 فارق نقطة وحيدة. من جديد فولات ماهان إلى مهدي كاميراني إلى جافاد دفري دفري مهدي كاميراني إلى أوشين على 3 بوينت ثلاثية يا 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 على أوشين في اللقطة الماضية حلوة لأوشين 55-53 أوستن جونسون علوم الارتقاء وتصويب ريباوند مرة أخرى تعود العلوم التطبيقية. محمود عابدين نحو السلة الدخول الدوران أحمد الحمارشة أحمد يحاول لحظة الدفاع دفاع ممتاز جدا من جانب فريق فولاد. ينطلق دفري بشكل سريع دفري مهدي كاميراني مهدي ينجح حلوة لمهدي كاميراني. لدينا لاعب يستعد للدخول أوستن جونسون أوستن هناك خطأ خطأ على اللاعب أسقر كاردوست. إذن دخول محمد صمد محمد صمد بهرامي وأيضا محمد رضا أكبري. من جديد العلوم التطبيقية موسى العواضي موسى يكسب خطأ خطأ على اللاعب مهدي شيرجنج بديل أوستن جونسون أقل من 16 ثانية على نهاية الهجمة بالنسبة لفريق العلوم التطبيقية. حمد شهر حمد إلى موسى العواضي موسى محمود عابدين عابدين إلى تقطع الكرة من جديد مهان تنفيذ أوشين وتقطع من جانب فريق العلوم التطبيقية. تلعب الكرة بشكل سريع أوستن جونسون أوستن إلى محمود عابدين على 3 بوينت ثلاثية ولكن كرته ترتد وتعود. من جديد 3 بوينت محمود عابدين وأيضا بعيدة ريباوند ممتاز جدا من جانب فريق مهان. محمد صمد محمد الارتقاء والتصويب حلوة حلوة لمحمد صمد. إذن 59-53 باقي أقل من 35 ثانية على نهاية الفترة الثالثة. لا زال فريق ماهان الإيراني متقدم. أوستن جونسون جونسون تمرير إلى محمود عابدين وهناك خطأ خطأ يشير السيد نائل طالب الحكم العراقي. تغيير في صفوف فريق فولاد ماهان. من جديد باقي أقل من 25 ثانية على نهاية الفترة الثالثة. محمد شهر العلوم التطبيقية موسى العواضي العواضي كرة العواضي بعيدة لم يسيطر عليها اللاعب أحمد الحمارش. من جديد فولاد توجيهات السيد محسن صادق زادة كرة عند محمد صمد بهرامي بهرامي محمد صمد الدخول والقطع والتصويب ينجح نعم ينجح مجهود فردي رائع لهذا اللاعب وصل عوضي وتصويبه. وهنا نهاية الفترة الثالثة بتقدم فريق فولاد ماهان الإيراني بنتيجة 61-53. استراحة قصيرة ونعود وإياكم لإكمال أحداث المباراة.
من جديد احبتي متابعي العراقيه الرياضيه في كل مكان، نعود واياكم لاكمال احداث مباراه فريق فولاد ماهان الايراني وفريق العلوم التطبيقيه الاردني. كره عند فريق فولاد، مهدي كاميراني، مهدي كاميراني الى حمد صمد، صمد الى جافاد دفري، دفري تمرير الى اوشين، اوشين يحاول التصويب وريباونت ممتاز جدا من احمد الحمارشي. تلعب الكره بشكل سريع، محمود عابدين، العلوم محمود عابدين، محمود لاحظ بحث عن زميل، محمود عابدين الى احمد الحمارشي، احمد تقطع الكره تعود من جديد، فولاد تقطع الكره، تصويب محمود عابدين، ثلاثيه 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 جميله لمحمود عابدين، 61 56 كره عند فولاد. محمد صمد، صمد بعد الارتقاء والتصويب، ريباوند ممتاز جدا وتعود محمد صمد تحت السله، وهنا خطا، خطا تسبى السيد نال طالب، ولدينا السيد محسن صادق الزاده الواضح في الصوره. 61 56 زال فريق فولاد ماهان الايراني متقدم بفارق 5 نقاط. اذا محمد صمد ينجح في الرميه الحره الاولى، محمد صمد بهرامي ايضا ينجح، دفاع مان تو مان على اللاعب اوستن جونسون علوم التطبيقيه. محمود عابدين يقدم مباراه كبيره اليوم، عابدين محمود الى موسى العوضي، العوضي الى محمد شهر على 3 بوينت، ريباوند ممتاز جدا من جانب جافاد دفري، دفري الى مهدي كاميراني، كاميراني مره اخرى الى محمد صمد، تمرير الى اوشين على 3 بوينت ثلاثيه، ولكن كره حلوه المتابعه، حلوه المتابعه من اسقر كاردوست. من جديد علوم التطبيقيه اوستن جونسون لاعب مشاكس جدا، اوستن جونسون الى محمود عابدين، عابدين محمود عابدين تقطع الكره، محمد صمد، محمد صمد حلوه، حلوه لمحمد صمد، 65 56 وهنا 67 56 نعم. اوستن جونسون علوم تطبيقيه، وهناك خطا، خطا على اللاعب جافاد دفري، تغيير في صفوف فريق العلوم التطبيقيه، دخول لاعب محمد حمدان. اذا محمود عابدين الى موسى العوضي، العوضي عوضي يحاول الى محمد حمدان، اوستن جونسون، موسى العوضي التمويه والدخول نحو السله، وهناك نعم هناك خطا على اللاعب محمد صمد بهرامي. من جديد محمود عابدين، محمود الى موسى العوضي على 3 بوينت، ولكن ريباوند ممتاز جدا من لاعب محمد صمد، وهناك خطا، خطا يشير السيد مروان ايكو. تغيير، دخول لاعب وسام الصوص بدلا من محمود عابدين. فولاد ماهان حديث السيد نال طالب مع مدرب مراد بركات وتوجيهات مع حكام الطاولة. وشعار قناة العراقية الرياضية الناقل الحصري لبطولة غرب آسيا الأندية لكرة السلة
الرابعة عشر التي تقام في محافظة دهوك. الكرة عند فولاد. محمد صمد. صمد يكسب خطأ. خطأ على اللاعب محمد حمدان. تلعب الكرة من الجانب. مهدي كاميراني. مهدي إلى محمد صمد. صمد حاول البحث عن زميل. إلى صمد مرة أخرى. كاميراني ثلاثية. يا على مهدي كاميراني ثلاثية ممتازة جدا. 70-56. حلوة المباراة. أوستن جونسون 3 بوينت وحلوة. حلوة لأوستن جونسون. ثلاثية هنا وثلاثية هناك. اشتعلت المباراة من جديد. فولاد. مهدي كاميراني. مهدي إلى محمد صمد. محمد صمد. صمد أمام محمد شاهر. خطأ. خطأ على اللاعب محمد شاهر. من جديد فولاد. مهدي كاميراني. مهدي محمد صمد. محمد صمد. محمد صمد إلى مهدي كاميراني. مهدي كاميراني الدخول وطريقة اللعب حلوة. حلوة من مهدي كاميراني. كرة ساقطة جميلة. وسام الصوص. الصوص إلى محمد حمدان. إلى محمد شاهر نحو السلة وهنا خطأ. خطأ على اللاعب أسقر كاردوست. تغيير. نعم. 72-59. لا زال فريق فولاد ماهان الإيراني تقدم فارق 13 نقطة. محمد شاهر على التنفيذ. الرميتين الحرتين. شاهر والكرة الأولى خارج السلة. شاهر 23 عام لهذا اللعب. مترين وعشرة سنتيمترات. شاهر ينجح. حلوة لشاهر. من جديد فولاد ماهان. جافاد دفري. دفري. دفري يحاول إلى محمد رضا أكبري. محمد صمد. أكبري 3 بوينت ثلاثية. يا على محمد رضا أكبري. 75-60. فارق 15 نقطة. من جديد موسى العوضي. أوستن جونسون. جونسون الدخول نحو السلة. لاحظ الدفاع وريبوت ممتاز جدا من أكبري. تلعب الكرة بشكل سريع. دفري حلوة. حلوة لدفري وهنا وقت مستقطع. نعم وقت مستقطع يطلبه السيد مراد بركات. تقدم فريق فولاد ماهان الإيراني بنتيجة 77-50. فارق 17 نقطة. حديث السيد محسن صادق زادة مع اللاعبين الذين بذلوا جهود كبيرة. 75-60. 75-60. باقي 5 دقائق و38 ثانية على نهاية الكوارتر الرابع. الفترة الرابعة والمباراة بشكل كامل. 77-60. فارق 17 نقطة. إذا نهاية الوقت المستقطع الذي طلبه السيد مراد بركات مدرب فريق العلوم التطبيقية. وأربعة أخطاء على فريق العلوم التطبيقية مقابل 3 أخطاء. أي خطأ على فريق العلوم التطبيقية على طول رميتين حرتين. الشروع في الخطأ الخامس يكلف رميتين حرتين. من جديد
العلوم التطبيقية. موسى العوضي إلى وسام الصوص. الصوص يكسب خطأ. خطأ على اللاعب مهدي كاميراني. نجم المنتخب الإيراني. أوستن جونسون، وسام الصوص. العلوم التطبيقية. الصوص. وسام. لاحظ الدفاع. إلى أوستن جونسون. جونسون القطع نحو السلة. محمد حمدان. حمدان. على تصويب ونهاية الهجمة وحلوة الريباونت ممتاز جدا من محمد صمد. من جديد مهدي كاميراني. مهدي حاول كسب وقت أكثر إلى حمد رضا أكبري. حمد صمد. صمد يحاول تصويب وريباونت ممتاز جدا متابعة من محمد شهر. تلعب الكرة بشكل سريع. محمد حمدان إلى موسى العوضي. العوضي التصويب. ريباونت ممتاز. متابعة من محمد شاهر. يكسب خطأ. حلوة لمحمد شاهر. حديث السيد نال طالب الذي تعرض لوعقة صحية بالسلامة لهذا الحكم والذي أصر أن يقود هذه المباراة. جهود كبيرة للحكام العراقيين المشاركين في هذه البطولة. لدينا 4 حكام، أحمد علي ونائل طالب ونزار علي ومحمد عبد الرحمن. محمد شاهر على التنفيذ. شاهر التصويب ينجح في الرمية الحرة الأولى. شاهر محمد. شاهر تصويب أيضا ينجح. من جديد فولاد. محمد صمد. صمد إلى مهدي كاميراني. كاميراني الدخول والقطع نحو السلة. حلوة ولكن هناك خطأ. حلوة لمهدي كاميراني. خطأ على اللاعب أوستن جونسون. خطأ الشخص الثاني على أوستن جونسون. مهدي كاميرون على التنفيذ. مهدي ينجح. حلوة لمهدي كاميراني. لاعب ممتاز جدا في صفوف فريق فولاد ماهان الإيراني. مهدي كاميراني ينجح. حلوة لكاميراني. من جديد وسام الصوص. العلوم التطبيقية ينطلق بشكل سريع. الصوص. وسام تمرير إلى محمد حمدان. موسى العواضي ثلاثية ولكن كرتها بعيدة. ريباونت يعود. ثلاثية أيضا من وسام الصوص ينجح. حلوة لوسام الصوص. 79-65. من جديد فولاد إلى مهدي كاميراني. إلى عماد سلماني. عماد تمرير إلى أوشين. ثلاثية ولكن كرة ترتد وتعود. من جديد وسام الصوص إلى محمد حمدان. حمدان إلى وسام الصوص. الصوص التمرير إلى محمد شهر. محمد هنا خطأ. خطأ على لاعب فريق فولاد ماهان أوشين. 79-65 لا زال فريق ماهان الإيراني متقدم في النتيجة. فارق 14 نقطة. باقي 3 دقائق وأقل من 33 ثانية. محمد شاهر على التنفيذ. شاهر ينجح. شاهر مرة أخرى. محمد شاهر على التنفيذ ولكن ريباوند ومتابعة من لاعب فولاد أوشين. من جديد تعود فولاد. محمد صمد. صمد بحث عن مهدي كاميراني. صمد كاردوس يحجز. صمد الارتقاء والتصويب. ريباونت ممتاز من محمد حمدان. تقطع الكرة. أوشين تحت السلة ينجح. حلوة لأوشين. حلوة لأوشين. 81-66 يوسع الفارق.
من جديد وسام الصوص. الصوص تقطع الكرة. أوشين إلى مهدي كاميراني. مهدي التمرير إلى عماس سلماني. حلو. حلوة لعماس سلماني اللاعب البديل. من جديد مهدي العوضي. الصوص ثلاثية ولكن كرته بعيدة. حلوة المتابعة والريباوند من أوشين. فولاد مرة أخرى إلى كاردوس. يا على كاردوس دان جميل جدا. استعراض في المهارة لكاردوس وهناك كرة إلى الخارج. كرة إلى الخارج. شرى السيد أحمد علي ولدينا وقت مستقطع يطلبه السيد مراد بركات مدرب فريق العلوم التطبيقية. النتيجة تشير إلى تقدم فريق فولاد ماهان الإيراني على فريق العلوم التطبيقية بنتيجة 85-66. فارق 19 نقطة. لاحظ التصويبة الأخيرة واستعجال جانب فريق العلوم التطبيقية. لاحظ محمد حمدان إلى وسام الصوص. حقيقة اليوم دفاع فريق فولاد مهان ممتاز جدا. إذا نهاية الوقت المستقطع ولا زال أحبتي متابعي العراقية الرياضية في كل مكان. فريق مهان الإيراني متقدم بنتيجة 85-66. باقي دقيقتين وواحد وعشرين ثانية على نهاية الكوارتر الرابع الفترة الرابعة والمباراة بشكل كامل. كرة عند جافاد دافري. دافري أمام أوستن جونسون. دافري إلى محمد رضا أكبري. أكبري الدخول نحو السلة سلمية ولكن كرة بعيدة. ريباوند ممتاز جدا من جانب العلوم التطبيقية. التمرير إلى أوستن جونسون. نعم ينجح في وضع رمية سلمية ويحصل على خطأ ورمية حرة إضافية. سلمية ممتازة جدا من أوستن جونسون في اللقطة الماضية. أوستن جونسون على التنفيذ. كرة إلى الخارج. ممتاز جدا كاردوس اليوم تحت السلة. دافري. دافري إلى جافاد. دافري مرة أخرى. دافري البحث عن زميل محمد صمد. صمد صمد إلى أكبري. صمد ثري بوينت ثلاثية. كرة بعيدة حلوة من أوستن جونسون. أوستن محمود عبدين. عبدين محمود عبدين قل من دقيقة وخمسة وعشرين ثانية على نهاية المباراة. محمود عبدين إلى أوستن جونسون ثلاثية ولكن كرة بعيدة. من جديد تعود إلى عماد سلماني. حلوة القطع من أوستن جونسون. جونسون تمرير إلى وسام الصوص. صوص حلوة. حلوة لوسام الصوص. 85-71 ولدينا وقت مستقطع يطلبه السيد محسن صادق زاده مدرب فريق فولاد ماهان الإيراني. خلص الفارق فريق العلوم التطبيقية إلى 14 نقطة. باقي دقيقة وخمسة ثواني على نهاية المباراة بالتمام والكمال. حكام مباراة ودور كبير. نعم دقيقة واحدة خمسة ثواني على نهاية المباراة. جهود كبيرة من قبل كادر قناة العراقية الرياضية في نقل أحداث بطولة غرب آسيا 14 لكرة السلة المقامة حاليا في دهوك. ووضع المتابع في كل مكان في الحدث الرياضي. أولا بأول إذا نهاية الوقت المستقطع
الذي طلبه السيد محسن صادق زاده. كرة عند جافاد دفري، دفري إلى محمد صمد، صمد صمد يحاول، لاحظ القطع والدخول، هناك خطأ، خطأ على اللاعب محمد حمدان. تغيير في صفوف فريق فولاد ماهان، هو اللاعب محمد ترابي. هناك حديث السيد محسن صادق زاده مع حكام الطاوله، وايضا تنبيه قبل حكم مروان ايكو على عوده المدرب الى المكان المخصص له. إذن محمد صمد على التنفيذ، الرمية الحرة الأولى، كرة إلى الخارج، هناك حديث في مع حكام الطاولة. وحاول الوقت مرة أخرى عودة المباراة، نعم شيء طبيعي أن المباراة تأخذ نوع من التصاعد في الأعصاب بين المدربين. وجمالية كرة السلة في المنافسة. إذن محمد صمد ينجح في الرمية الحرة الثانية، تعود أوستن جونسون، جونسون، أوستن جونسون، أوستن، تمرير إلى محمود عبدين، ثلاثية ممتاز جدا، ممتاز جدا محمود عبدين في اللقطة الأخيرة من جديد. محمد رضا أكبري إلى محمد صمد، صمد الدخول نحو السلة، سلمية حلوة، سلمية حلوة من جديد أوستن جونسون. العلوم التطبيقية أقل من 30 ثانية عن نهاية المباراة. محمد شاهر، شاهر يكسب خطأ، خطأ على اللاعب محمد ترابي. محمد شاهر يتحصل على رميتين حرتين. شاهر حاول التصويب ينجح، حلوة لمحمد شاهر. شاهر يحاول التصويب ايضا ينجح، يذلل الفارق من جديد. فولاد ماهان، كرة عند محمد رضا الى محمد صمد، خطأ، خطأ على محمود عبدين. باقي 20 ثانية وتسعة أجزاء من الثانية، لا زال فريق فولاد ماهان الإيراني متقدم بنتيجة 88-76. حلوة لأمجد، محمد أمجد ينجح في الرمية الحرة الأولى، أمجد أيضا ينجح، 90-76. أوستن جونسون، جونسون، جونسون يكسب خطأ، خطأ وأيضا باسكت، نعم باسكت، نقطتين تحتسب من أوستن جونسون، باسكت وخطأ ورمية حرة إضافية. ابتسامة من اللاعب أوستن جونسون. جونسون تصويب، ريباوت ممتاز جدا من محمد صمد، صمد إلى أمجد، محمد أمجد إلى جافاد دفري، دفري وهنا نعم نهاية المباراة، نعم
والتحية. وهنا أحبتي متابعي العراقية الرياضية في كل مكان، نهاية المباراة بفوز فريق ماهان الإيراني على فريق العلوم التطبيقية بنتيجة 90-81. تقبلوا تحيات أسرة قناة العراقية الرياضية، وتحياتي أنا في التعليق جهاد الزيدي. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.